قال لك كاينه مراه وتجاره وكاينه مراه وإجاره وكاينه مراه وحتاره وكاينه مراه وشطاره، وهاد الشطاره هي اللي خلات لاله خديجه ولاله رقيه يفيقوا في السرويه اليوم باش يقلبوا على رزقهم، يقلبوا على الخبز ديال وليداتهم. الله يكمل عليهم بخير. لاله خديجه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بينا عندك. مرحبا بكم في تعاونيه الفرج. الله الله على كلمه ديال الفرج. واش كنديروا في تعاونيه الفرج؟ كنديروا النسيج، كنديروا جلالب التقليديين، كنديروا التوب جلابه. اييه. كنديروا كفرلي، كنديروا لاناب، كنديروا سميتو مخدات بالخزامه. اييه مزيان. كنا المهم اي حاجه جات شي فكره كندخلوها. شحال نتوما في تعاونيه؟ حنا باش تبدا التعاونيه تبدات بسبعه. بسبعه؟ اه كانوا نقصوا شي وحدين ودخلوا شي وحدين اخرين. دابا كاين اللي شكون هي؟ هذه هي امينه المال. لمن كتبيعوا نتوما؟ كنبيعوا الا كان شي معرض ولا شي حاجه ولا جا شي حد عندنا. كاين اللي كي بحال دابا مشينا شي معرض داكشي كنعطي كارت فيزيت كيجي، ولكن البيع باقي قليل شويه. البيع خير، الناس ما مهتمينش بهاد الصنعه. كاين اللي هذا كتقول لي الحاجه كيقول لك غالي، ولكن ما كيعرفوش مش مرحله من المراحل كدوز. كاين العصري كاين السريع. ايه دابا هذا كيتخدم معاه، كيتخدم ثقيل، هذا كيتخدم شويه ثقيل عنده فيه الوقت. في داك شويه الوقت خاصك تزيد عليه شويه الثمن، وداك الثمن ملي كيكون مزيد كيقول لك لا حنا مشينا في البلاصه لقيناها بالقد والقد. كديروا تدرست؟ اه تدرست. شحال مثلا مترو ديال تدرست شحال كيدي ديال الوقت؟ الا درتيه بالتقنيات وداك الشيء بهذا كدير فيه مثلا نهار في المترو. المواد باش كتخدموا، السلعه باش كتخدموا؟ كيخدموا بالحرير. اييه. كيخدموا بالخيط. خدموا الشوني. شكون الناس اللي كيتقدوا من عندكم، اللي كيجيو عندكم ديما مقصدين وكيتقدوا من عندكم؟ ما باقي ما عندناش شي كليان بالمعارف وداك الشيء باش كيسولك شي حد كيجيب لنا الاقصح. قول لي التعاونيه ديالكم عندها شي حساب في البنكه؟ ايه كاين. كاين في حساب من سميت من؟ سميت تعاونيه. عندك البطاقه ديال البطاقه البنكيه كاينه؟ كاينه ديال مزيان. كيجيوكم هذوك الكشوفات، هذوك الوريقات من البنكه كيجيوكم؟ شكون كيقراهم؟ كتقراهم الكاتبه. وهذاك الرزيق اللي كيجيب سيد ربي كيفاش كتقسموه؟ النص كنخليو راس المال والنص كنفرقوا على اللي خدامين. بغيت نعرف واش النسيج هو اللي كديروا بوحدو ولا عندكم شي نشاط اخر؟ لا ناوي ندخلوا شي نشاط اخر. بحالاش الكسكسو، هذا الخبز بالخميره البلديه، الكسكسو بالاعشاب، الكسكسو بجميع الانواع ديال الكسكسو. ايه بداز كديروا؟ ايه تا هو كلشي. بشحال الثمن؟ 10 دراهم. مزيان. كيفاش حددتي الثمن ديال بداز في 10 دراهم؟ كتحديه ملي كتحيد الصير ديال سميتو، كتحد كتخلي كتحدد داك شويه الرباح ديالك ديال 3 4 دراهم ديال الرباح. ديال اللي كتبقى. اللي كتبقى هذاك الرباح، هذيك 3 دراهم 4 دراهم اللي كتربحي في الكيلو، واش كتعطيها لاله رقيه في نهارها لان هي الامينه ديال المال، ولا حتى كتجمعي الفلوس بزاف عاد كتعطيهم ليها في السيمانه ولا الشهر؟ كيف؟ لا حتى كيتجمع. حتى كيتجمع عاد كتعطيها؟ عاد كيت. وكاين شي اوراق بيناتكم ولا؟ كاين ضروري. اللي دخلت كتقيد شي بونات شي حاجه شي اوراق؟ كيكون البون. مزيان. كتصوبي لها بون كتعطي ليها صافي، وفي الاخر كنتحاسبوها شنو اللي دخل شنو اللي خرج. هكذاك. واخدين شي كريدي؟ لا ما عندكمش. لا ما عندناش كريدي. مزيان. كيجيكم شي اعانات؟ كيجيكم شي حاجه؟ ما لا كاينش. غير دابا داكشي اللي خدمنا بكتافنا وصافي، داكشي اللي كنخدمو هو اللي كان هو اللي كتروجو هو اللي كنروجو منه. الناس اللي كيسوقوا عندكم واش الدراري الصغار ولا نتوما اللي كتبيعوا؟ نحن اللي كنبيعوا. وهذا السواق ديال الاسبوع الاثنين ديال كذا، الثلاث ديال كذا، الاربعه ديال كذا، كتمشيو ليهم ولا لا؟ لا ما كتمشيوش. علاش ما كتمشيوش؟ العيالات كلشي عندهم مسؤوليه، ما تقدرش تخرج تمشي للسوق وتخلي البيت ديالها البيت ديالها وداك الشيء، كلشي العيالات اللي خدامين عندهم. وديروا شكون يبيعك؟ كان دابا كنفكروا وداك الشيء كلشي كنزال كنفكروا فيه. دابا كتفكروا؟ دابا 3 سنين باش بدينا في النسيج. اييه بدينا في النسيج، ومن بعد النسيج عاد بغينا ندخلوا الكسكسو. الكسكسو جديد علاش حنا قلنا هاد الثمن هاد على حساب باش نديروا الكليان وباش كنبيعوا للعائله وداك الشيء. دابا باقيين كنفكروا في سميتو في بلان بالاج. كتفكروا بزاف بلان بالاج ديالو. بلان التلفيف. التلفيف ديالو هكذا. اي على ذكر التلفيف، كيفاش كديروا لهاد التلفيف هذا؟ كيفاش كتصوبوا؟ الكسكسو نديروا شنو النوع ديالو، ديال الحمراء، ديال الا نوع الحمراء، ديال الكسكسو عادي، ديال الكسكسو الاعشاب، كل كسكسو باش كتكتب عليه داكشي باش مخدوم هكذاك. شفنا مترو ديال تدرست شحال تيسوى في الوقت في الثمنه في العناء ديالو. شفنا كيلو ديال الكسكسو
شحال فيه ديال المعاناة وشحال فيه ديال المجهود وشحال ديال العرق باش نخرجوا ديك جوج دراهم ولا ثلاثة دراهم ديال هامش الربح. خديجة بصفتك رئيسة ديال التعاونية وانت مع أمينة المال ديالك غادي نتكلموا على هذا التنوع ديال المنتوجات واش في صالحكم ولا لا، وغادي نعطيكم مجموعة ديال الحلول وديال الاقتراحات باش الله يفيد الرزق على كل منخرط ومنخرطات ديال جمعية الفرج. لالا خديجة، النسيج، المنتوجات ديالو، المبيعات ديالو، الأسواق ديالو، التكلفة ديالو، باقي ما ضبطناهاش. تلاحينا مشينا للكسكس، هاد الكسكسو شنو هي الانواع ديالو، شنو هو التلفيف ديالو، اشنو هو الوزن ديالو اللي غيناسبنا، ولمن غادي نبيعوه، وشحال الهامش ديال الربح غادي نبيعوه. هاد الامور كلها خصنا نضبطوها عاد نتوكلوا على الله ان شاء الله. غادي نبدا معاك من المنتوج ديال النسيج. اول حاجه كنقترح عليك هو تنويع الفضاءات فين كتبيعي. دابا الاسواق الاسبوعيه، الاسواق البلديه كنبيعوا في المواسم، هاد المواسم اللي كاينين تم تبيعي في المعارض الوطنيه والدوليه والجهويه، ما نزقل حتى مناسبه باش نبيع المنتوج ديالي. كذلك ندير شراكات مع المساحات الكبرى، ولكن ذوق وبيع، خصني المنتوج ديالي تكون عنده الهيبه ديالو والشوفه ديالو باش يمكن لي نبيعو في مساحه كبرى. الى مشينا على مستوى الكسكسو، بغيت نسولك على التلفيف، واش غديري بحال الخنشه ومشدوده من الفوق بحال الخنشه اللي مولفين شريو فيها الطحين، ولا غادا تبدعي غادا ديري شي حاجه جديده باش تبيع لينا المنتوج ديالك؟ نديرو شي حاجه من جديد. المعطيات التقنيه، وحنا استشرنا مع الناس ديال التلفيف كيفاش غادي نقدموا هاد الخنشه ديالك باش تكون فيها المواصفات القانونيه، الوزن ديالها، تاريخ الصلاحيه، الاسم ديالها اسم التعاونيه، واش من نوع ديال المنتوج باغا تبيعي. هادشي كله خصو يكون في الخنشه اللي بغينا نبيعو للناس. شحال من سوق تقليدي داير بيك بضرب وعزة هنا؟ شحال من واحد؟ من الاربعة ديال الجرار. الاربعة ديال الجرار حد سوالم، حد سوالم، هادو هما اللي قراب بزاف، اللي قراب بالنسبة للدار وعزة. إذا هاد السواق كلهم ديالي، علاش ما كديروش البيع اللي كيتسمى بالبيع المباشر؟ نمشي نهز راسي وندق على الدار ونقدم المنتوج ديالي. إن شاء الله ان شاء الله يكون خير. ايه عندكم الشباب اللي يقدر يسوق، الا ما قديتوش انتم على هذه المهمه، كاين الشباب اللي مستعد درهم في الكيلو يبيع معك ويشري. ان شاء الله ان شاء الله. خصنا نتحاماو على البيع. سهل باش نخسروا زبون، ولكن صعيب باش نربحوه. والان انتم راكم في المنافسه، راه ما كاينينش بوحدكم، راه كاينين الناس كيبيعوا ويشريوا في هذا الكسكسو اللي جيتوا ليه انتم. ان شاء الله. احنا عندنا حساب في البنك ديالنا كنزلوا فيه الفلوس، والناس اللي كيشتغلوا في التعاونية كيولي عندهم نسبة مئوية من الأرباح باش كل شيء يتحرك. ماشي واحد ولا جوج هما اللي كيخدموا في التعاونية، كاع الناس كتحرك، واللي جاب شي زبون كياخذ عليه المكافأة ديالو، وعنده 10% ولا 5% ولا 8% اللي اتفقتوا عليه، اللي جاب شي زبون كيخلص، واللي باع شي كيلو كيدي معاه رزقه، وهكذا بهذه الطريقة باش غتنميو المبيعات. نحن ما كنديرش هكا، كل شيء كيتقسم على اللي خدم واللي ما خدمش. اللي خدم واللي ما خدمش. خصنا نتحركوا باش نجيبوا الزبون ونمشيو نقلبوا عليه، ماشي بحال اللي جلس في التعاونيه بحال اللي خرج جاب لنا زبون ولا باع لنا 20 ولا 30 كيلو ديال الطحين ولا باع لنا 20 ولا 30 كيلو ديال البداز، ماشي بحال بحال. مستعدين لهذه العمليه؟ مستعدين ان شاء الله. لاله رقيه، نضبطوا الميزانيه، نتوكلوا على الله. سيادنا، شفنا تجربه منفرده ديال النساء ديال تعاونيه الفرج، هاد العيالات اللي كيستحقوا كل تقدير وكل احترام على المجهود اللي كيقوموا به، كيفيقوا في السرويه باش يجيبوا داك الخبز ديال الحلال وكيزودوا به وليداتهم. تحيه للمراه المغربيه المكافحه المناضله اللي كتجيب خبزها بعرق كتافها وبشرف وبتقدير وباحترام.